السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنقدم لكم نبذة عن بنك ناصر الاجتماعي، وهنقول لكم الماتيريال الموجودة تخصه في القناة واللي لسه هينزل التكملة، تمام؟ وهنا بيقول لك نبذة عن البنك، ان هو بيتقدم فيه خدمة العامة لبعض الشباب. كمان البنك بيقدم عديد من الخدمات زي التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي وشراء السيارات وتكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي للناس اللي هي محدودة الدخل اللي هو تقريبا 450. وبرضو ان هو البنك ده بيقدم الخدمات العامة والخاصة، وبيقول لك الفترة اللي جاية هيكون في تطوير كبير وهينافس البنوك المحلية والأجنبية بسبب عمليات التمويل والمشاريع والاستثمار اللي هو بيعملها. وهو بيتيح برضو فرصة ان الشباب تدخل المجال المصرفي عن طريق الخدمة العامة، وبعد ما يخلصوا كلية التجارة بيشتغلوا سنة مع مرتب رمزي، وده بيخليهم بيديهم مميزات طبعا، ومن ابرزها ان هو اشتغل في بنك وعرف الاجراءات البنكيه. وكمان برضو خريج بنك ناصر، خريج سوري اللي هو اخذ الخدمه العامه في البنك، هيكون ليه فرصه اكبر. طبعا هنا الجزء الاول هو اللغه الانجليزيه، ومده الامتحان في اللغه الانجليزيه هو 45 دقيقه زي امتحان البنك الزراعي. والبنك ده امتحانه بيشبه امتحان البنك العقاري كسيستم الامتحان. يعني في البنك الزراعي كان اول مرحله انجليش، ثاني مرحله اي كيو، وبعدين تدخل على انترفيو. لا، البنك ده في انجليش ودي مسابقه يا جماعه، فهيكون انجليش اي كيو، وبعدين هيكون تكنيكال وماركتنج واكونومي واللي هو البيرسونال، تمام؟ الليسننج طبعا زي البنك الزراعي بالظبط. وبعدين اللي هو ايه، عبارة عن مواقف لأشخاص عامة في مستشفى. يعني هو مش قصده مواقف ان انتم مش زي الزراعي، لا هو زي الزراعي بالظبط. وبعد كده القراءة طبعا، الريدنج عبارة عن 3 قطاع زي اللي هو القراءة طبعا اللي هي من ضمنها الكمبليت، وبتيجي بالتدرج. هو بس بيوضح لك هنا الامتحان ماشي ازاي. وطبعا نسينا حاجه اللي هو الكومبليت. الكومبليت دايما في جزء جرامر، قاعده اف، وبعض الجرامر طبعا المهمه اللي هي حروف الجر زي الزراعي بالظبط برضو. فمن ضمنهم اللي هو في الانجليش اللي هو listening و reading واللي هو complete. الجزء الرابع اللي هو technical، تمام؟ وده عبارة عن أسئلة المحاسبة والاقتصاد والتسويق، والحاجات دي ليها فايلات على التليجرام، وبرضو هننزل شرحها، ونزلنا قبل كده تبع البنك الزراعي حاجات لكده. وهنا بيشرح لك التسويق ازاي، وبعد كده بيقول لك اللي هو الجزء الخامس اللي هو البرسونال، تمام؟ بالنسبة للناس ما تقلقوش يا جماعة من اللي انا هنا، بس فيديو تعريفي، ما تقلقوش. هنزل لكم ماتيريال كاملة وهتيجي بنسبة 100%. بالنسبة للناس اللي هي مش عارفة تقدم النهاردة اخر ميعاد للتقديم، ويا ريت يا ريت بجد الناس تقدم. هو مفيش حاجة صعبة، هو كل فكرة تاخد كوبي الميل كوبي. طبعا هتيجي اللي هو الفايلات اللي هو شهادة الميلاد والبطاقة وشهادة التخرج، واللي هو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة للبنات، وهتعملهم شير للجيميل، وهتيجي في خانة الميل اللي بتبعت لي هتعمل باست، وهتيجي في السبجكت الموضوع هتكتب مصرفي لأن أنت كلية تجارة، وفي مع الفايلات دي هتكتب عنوانك بالتفصيل واسمك، تمام؟ انجليش عربي زي ما انت عايز. يا ريت الناس تسرع النهارده قبل الساعه 12 عشان هيكون في ضغط يعني على الميلاد، فيا ريت تبعت بسرعه.